تحكي عن الدورة الاستثنائية. عندي يعني بالبداية مجموعة من الرسائل، هذه بجوز تكون من الدورات الأكثر جدلاً حقيقة، ليس في هذا المجلس فقط وإنما من خلال خبرتنا بجوز حتى بآخر مجلسين كدورة سواء عادية أو استثنائية. وبالرغم من ذلك كانت الدورة الأكثر انضباطاً، وهذا كان شيء غريب من حيث الحضور. يعني بدي أعطيك رقم ما يعني تطلعش علي عامر، أنه لا يعني هذا الموضوع أنه الأداء مميز. كويس، أنا بحكي الحقائق وبعدين بنحكي عن التحليل. ماشي ماشي. كان الأكثر حضورا، الأكثر جدلا، الأكثر جدل، الأكثر انضباطا وحضورا، حيث أن 100 نائب تقريبا لم يتغيبوا خلال الدورة الاستثنائية. كويس، وهذا يعني حقيقة بالنسبة لنا كفريق راصد إشي يعني غير مسبوق. احنا تعودنا على أنه دائما في نسب يعني غياب بشكل كبير. نعم. اللغة الفردية هي اللغة الطاغية على العمل خلال هذه الدورة البرلمانية، لا وجود للكتل البرلمانية، عمل فردي بامتياز داخل البرلمان، ولا وجود للكتل على الإطلاق. يعني ولا كتلة؟ ولا كتلة ولا الإصلاح؟ ما فيش إصلاح. أنا نكون واضحين مع بعض، أنا بتعامل لما أنا بالنسبة لي كتلة هي الكتل المسجلة في الأمانة العامة للبرلمان. أي تجمع أقل من هذا العدد هو ليس كتلة مسجلة. ماشي. علميا بنحكي الآن. كويس. إذا بدك من ناحية الأرقام، نحكي عن 18 يوم عمل خلال هاي الدورة، وهذا عمل مكثف يعتبر حقيقة مقارنة مع يعني الدورات السابقة. اللجان كانت نشيطة جدا، 110 اجتماعات للجان، وهذا رقم كبير جدا، 110 اجتماعات للجان خلال فترة عمر المجلس، 122 سؤال نيابي أيضا خلال فترة الدورة الاستثنائية، وهذا رقم كبير. قد تزيد أو تنقص بعض هذه الأرقام بالنسبة للأسئلة، لأنه بالاستثنائية مش زي العادية، صحيح بعضها بيزيد أو بنقص.